السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين الكرام أعزائي في مدونة سعد التقنية مع هذا الفيديو الذي سيكون هو الأخير قبل 3 أيام من انتهاء فترة أو مرحلة التصويت بمسابقة ماروك ويب أوردز. ها هي المسابقة على وشك الانتهاء، يعني سينتهي كل شيء في هذه السنة وسيبدأ الاستعداد لسنة مقبلة مثل أي مباراة في كرة القدم. عندما يتأهل الفريق للدور الثاني يحتاج إلى العزيمة، إلى روح الفريق، إلى الدعم الجماهيري من أجل الوصول إلى المراحل المتقدمة. لكن بالنسبة لنا كمدونين أو كشخص عادي أو صاحب مدونة فالأمر يختلف تماما، لأنه لا يمكنك أن تجبر أحد على التصويت لصالح مضمون ربما قد لا يروق إعجابه، ولكن أنت فعلا بحاجة إلى الدعم المعنوي عوض الدعم المادي من أجل الاستمرار، وهذا ربما ما قد تحققه لنا الأيام المقبلة إن شاء الله. وأولا قبل 3 أيام من الانتهاء أشكر جميع الأصدقاء اللي هما 761. إلا كنت أنت من بين هاد 761 غادي نقول لك واحد الكلمة، فراك أنت إنسان، يعني شغنقول نقول لك، يعني أنت ربما هذاك الصغير، ذاك الصوت الواحد من أصل 761، فراك أنت هو ديك الشمعة اللي كتخلي المضمون ديال السعادة التقنية يزيد مازال يقلب على البديل، يقلب على الجديد، يحاول أنه يبتكر أمور اللي هي ربما غترق جميع المتابعين مستقبلا، لما لا. في الحقيقة يعني 761 واحد هادو كلهم كانوا عن طريق الصفحة والمدونة والقناة وصفحة، يعني يعني مشكور يعني صاحبها يعني من هذا المنبر ومجموعة من الأصدقاء الذين قاموا بمشاركة يعني المنشور مع أصدقائهم. هنالك أصدقاء من قاموا طبيعة الحال بالتصويت من خلال هواتف أصدقائهم، وفعلا يعني كل هذه الأمور يعني ما تزيدنا إلا تحفيز في تحفيز لكي نصل مستقبلا بالمضمون إلى ما هو أفضل إن شاء الله. هذه السنة سننسى كل شيء، هذه المسابقة مع الأسف ما في الحقيقة يعني لم أقل عنها، يعني مسابقة هي فقط لإثبات الذات بعدد التصويت، ولا تعتمد لا على جودة المضمون ولا على ساعة العمل ولا على أي شيء، ولكن تعتمد على عدد الأصوات، الشيء الذي سيجعل لجنة التحكيم تقوم مباشرة بتصنيف هذه الأصوات على حسب طبيعة الحال عدد النقاط التي ستعطى لكل فرد، ومن ثم سوف يتم مباشرة الشروع والولوج إلى عملية التنقيط التي ستعطي الجائزة بشكل رسمي بنسبة كبيرة بالنسبة لصاحب المركز الأول وبالنسبة للشخص الذي طبيعة الحال اختارته لجنة التحكيم زيادة على المركز الذي احتل في مرحلة التصويت. على العموم لن أقول لكم صوتوا، ولكن سأقول لكم إلى اللقاء مسابقة ماروكويب أوردز، وإلى اللقاء جميع المسابقات التي تنظم في الويب، وشكرا لكل الأصدقاء الذي كسبناهم من هذه المسابقة وأعطونا الدفعة المعنوية للمضي قدما للمزيد من النجاحات، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل بإذن الله تعالى. شكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء.